نحن ما أعزنا الله جل وعلا بأموال طائلة ولا بجيوش جرارة ولا بتفوق في الصناعة. صحيح. نحن إنما نعتز بالعقيدة وصفائها والأخلاق وصيانتها والشريعة وتحكيمها وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإجلالها والترضي عن الصحابة وحبهم. يجب أن يكون هذا سمت للجميع من كبار وصغار. وولاة أمرنا إنما ورثوا شرفا عظيما يصدق فيهم قول زهير بن أبي سلمة: وما كان من فضل أتاه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبله. فهم لله الحمد أبناء أنصار الشريعة ومورثهم ابن أنصار الشريعة ومورثو كذلك. إنما هي مواطن شرف ومواقف عز ومجالة خيرة. أسأل الله جل وعلا أن يحقق فيها لهذه البلاد خاصة وللأمة الإسلامية عامة.